مرحبا بكم في قناتنا. اليوم لدينا تفاصيل حصرية حول الزيارة غير المعلنة التي قام بها وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجد الهذيل يوم الأربعاء 9 أكتوبر. ماذا حدث خلال هذه الزيارة المفاجئة؟ وما هي الملفات الساخنة التي أثارت انتباه الوزير؟ في خطوة غير متوقعة، قرر الوزير وجدي الهذيلي تفقد الإدارة العامة للاقتناء والتحديد والإدارة العامة للتصرف والبيوعات والإدارة العامة لأملاك الأجانب ووحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف. لكن لماذا هذه الزيارة المفاجئة؟ الوزير أراد أن يرى بأم عينه سير العمل ويقف على حقيقة الظروف التي يعمل فيها الموظفون في هذه الإدارات الهامة، ولكن الأمر لم يتوقف هنا. خلال هذه الزيارة تابع الوزير عن كثب معالجة أبرز الملفات وطالب بتسريع الإجراءات وتبسيطها. هل يمكن لهذا أن يضع حداً للبيروقراطية المعقدة التي تعطل المشاريع العامة في البلاد؟ هل هذه الزيارة ستحدث تغييراً حقيقياً في تحسين مناخ العمل وتسريع إنجاز المشاريع العمومية؟ ليس ذلك فقط، بل شدد الوزير على أهمية توظيف العقار الدولي بذكاء ووفق سياسة تنموية واضحة. وهنا السؤال، هل الدولة قادرة على حماية هذه الثروة العقارية وتوظيفها بشكل يعزز الاقتصاد؟ ولا ننسى أن الوزير ركز أيضاً على أهمية الموظفين كعنصر أساسي في نجاح العمل الحكومي، حيث دعا إلى تحسين ظروف العمل وتقديم التكوين المستمر لهم. لكن هل يكفي ذلك؟ وكيف يمكن لموظفي الدولة المساهمة بشكل فعال في هذه الإصلاحات؟ كل هذه التساؤلات نطرحها عليكم، فما رأيكم؟ هل تعتقدون أن مثل هذه الزيارات المفاجئة يمكن أن تحقق تغييراً؟ شاركونا أفكاركم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة لمتابعة المزيد من الأخبار المثيرة.